أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الجهر بالإلحاد لمن استطاع إليه سبيلا. طبعا اليوم معنا الملحد السوري الأخ عمران حلاق، وموضوعنا كثير مهم عن الإسماعيلية بصراحة. هو حاطين العنوان الموضوع إنه يكون الإجرام في تاريخ الأقليات، ولكن أنا اتضح لي من عند الأخ عمران إنه بده يحكي عن الإسماعيلية بالتحديد. فبالبداية خلونا نرحب فيه. أهلا وسهلا فيك أخي عمران. أهلا وسهلا فيك جان وجميع المستمعين اللي عم يشوفونا حاليا. هي الفكرة مو بس إنه قصة الإسماعيلية، أنا كان بدي أحكي بفكرة إنه كل ما نفوت بنقاش عن بين الدين واللادينية أو الإلحاد، فمتعرض لهجوم إنه أنتوا بتهاجموا بس السنة. على الفكرة إنه أنا إذا بتتذكر بالحلقة اللي طلعتها معك من قبل حكيت لك إني تنقلت بين كتير مذاهب لألحدت. فأنا حاليا بدي أحكي عن التاريخ الطائفي اللي أنا طلعت منه أو اللي كانت خلفيتي السابقة، اللي هي الإسماعيلية، الشيعي الإسماعيلية. طبعا الشيعة الإسماعيلية هن حاليا يمكن ما عندهم أي شيء إجرامي أو إرهابي، بس تاريخهم مليء بالإجرام والحقد كردات فعل، كانت يعني ما هن جزء من جذور الشيعة. يا عمران، يا ريت ندخل من الجذور. كيف نشأت الإسماعيلية؟ مين هن الإسماعيلية؟ كيف نشأت؟ بأي وقت بالضبط؟ بأي حقبة زمنية؟ يعني بصراحة أنا يعني في كثير أصدقاء ما بيعرفوا شو الإسماعيلية، أنا ما بعرف شو الإسماعيلية، يعني ما تأخذونا ثقافتنا شوي على قدها يعني، بس بدنا نفهم منك بما أنك أنت من الطائفة أو خلفيتك، للأسف يعني آسف، خلفيتك من الطائفة هاي، بدنا نعرف نشأتها، كيف نشأتها، شو المراحل اللي مشيت فيها. تفضل. تمام. هلا بعد وفاة المرحوم علي بن أبي طالب صار في خلاف بين يزيد بن معاوية والحسن والحسين. هلا عند الإسماعيلية غير عند الشيعة الإثنا عشرية، الحسن مانو إمام فورا، علي بعدين الحسين إمامه، لعند ما بيوصلوا للإمام الخامس جعفر الصادق. هون صار في انشقاق بأبنائه بين موسى الكاظم وبين إسماعيل ابن جعفر. هلا اللي لحقوا أو اللي مشوا مع أتباع ابنه موسى الكاظم مشوا لعند 12 إمام، بعدين فات عندهم واحد باسترداب ولهلا ناطرينه يطلع بإيران. عند الإسماعيلية إسماعيل ابن جعفر الصادق ومشوا بتتابع أئمة معينة لوصلوا على الدولة الفاطمية. هلا هون بلشت الانقسامات بالدولة الفاطمية. بعد موت المستنصر بالله صار في خلاف بين ابنه نزار وابنه المستعلي. هلا هون صار أكبر انقسام بالتاريخ الشيعي. اللي مشوا مع ابنه المستعلي حاليا معروفين باسم المستعلية، موجودين بجزء بمصياف، جزء بجبال القدموس، جزء بريف طرطوس. كمان مشوا عند أئمة معينين. هلا أنا بدي أرجع لك كمان لانقسامات قبل، بس أنا عم بحكي لك على الانقسامات الأكبر. بعدين عند ابنه نزار هرب وقتها، كان ضل الحكم مع كانت القوة، أنه كان المستعلي ابن أخت الوزير الفاطمي بهذيك المرحلة، فكانت القوة بإيده، فالمستعلي هرب على جبال على سوريا، على جبال القدموس. فصارت الإسماعيلية النزارية أو ما يسمى حاليا بالأغا خانية، هي اللي أنا كانت خلفيتي منها. كمان كانوا ملاحقين من الصليبيين بهذيك اللحظة، من أتباع صلاح الدين الأيوبي، عفواً مو الصليبيين، أتباع صلاح الدين الحمدانيين. هلا هون صار في طلعت حركات مبشرة للإسماعيلية النزارية. أول حركة طلعت قام فيها داعية إسماعيلي اسمه الحسن الصباح. الحسن الصباح راح يدعي للإمام الإسماعيلية بإيران بأصفهان، فأطلق عمل فرقة، كان هو أول من أسس القتل المنظم أو القتل الفدائي، هو أول من أسس الحركات الفدائية بالعالم.
هلا يطلق عليهم اسم الحشاشين باكثر من سبب. هلا اول من اطلق عليهم هن العباسيين، في روايه تقال انه كانوا يشربوا نبته الحشيشه لحتى يناموا، بفيقوا المقاتلين بلاقوا حالهم بمنطقه بيكون نقلهم على منطقه كلها جبال وحوريات واشجار وانهار، بفكروا حالهم بالجنه، فبصيروا بدهم يموتوا مشان يروحوا على هاي المنطقه. هلا هاي الروايه مكذبه نوعا ما، لانه قلعه آلة موت اللي كانوا منتشرين فيها بايران كانت صحراء قاحله ومرتفعه عن سطح البحر حوالي 2000 متر. غير هيك الرحالة المستشرق يمكن باول كويلو اللي كتب هاي القصة عنهم، هو انتقل لهذيك المرحلة بعد ما مات الحسن الصباح، راح على المنطقة بعد موت الحسن الصباح بسنتين. يعني هي بتضل رواية متضاربة. الرواية الثانية عن تسميتهم بالحشاشين هي تسميتهم بأساسينز أو القتل المأجورين. هي كمان المستشرقين كتب عنهم سماهم أساسينز. هلا نوصل حيث يعني لدرجة انه اذا ما بتوالي الامام امام العصر والزمان الاسماعيلي فنساءك جواري، نساءك سبايا. عملوا حملة اغتيالات واسعة للسياسيين باصفهان بسمرقند بهديك المدن لحتى مات الحسن الصباح بسنة 1123 الظهر. هو كان من معاصرين الشاعر عمر الخيام، عمر الخيام برباعياته كاتب عنه اذا بتقراها. هلا من اتباع حسن الصباح او اللي مشوا على نهجه بعد حوالي 100 سنه سنان راشد الدين، وكان يطلق عليه شيخ الجبل. سنان راشد الدين تواجد بين مصياف والقدموس بقلعه الكهف بقلعه المصياف. هو كان داعي اسماعيلي للامام الهادي ابن نزار بالضبط. هلا هون كان محاربته الاكبر لهي الدولة الحمدانية آيات انه يعني شوف الاجرام وين وصل عندهم. بفيق صلاح الدين باحدى الليالي بيلاقي رسالة محطوطة بخنجر جنب مخد اللي هو نايم عليه، بمعنى انه اذا كان بدنا نقتلك فينا نقتلك. فهون بيتحالف معهم صلاح الدين، بيعرف انه بيقدروا يوصلوا للعلو لو زرعوا. فهون الحشاشين بصيروا بالجيش الاول ينضموا صلاح الدين مع اللي قاتل طيب بالقدس، هن كانوا من المقاتلين مع صلاح الدين ورجعوا ارتدوا عليه بعد فترة. احدى الروايات بتقول انه لما صلاح الدين حاول بعث له رسول لسنان راشد الدين على قلعة مصياف، وقف والدين طفلين صغار وقفهم على سطح القلعة وامرهم يرموا حالهم فرموا حالهم وماتوا. هاي الرواية جان انه بمعنى عم يقول له انه ليك نحن الولد عندنا مستعد يموت مشان قائده. هن عملوا رهبة من الموت تبعه، انه كان يروح يموت طبعا بالجنه يعني. طيب يعني خلينا نروح على الفرق قبل الفرق الحشاشين هذول، يا ريت تحكي لنا اكثر ما عنهم، تحكي لنا اكثر شو 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 سووا، الجرائم اللي عملوها، اذا في جرائم، اذا استلموا السلطه في يوم من الايام، اذا يعني مثل هلا اخواننا العلويين بعمرهم ما استلموا السلطه الا الفتره الاخيره استلموا السلطه وشفنا جرائمهم يعني. فاذا للاسماعيليين استلموا سووا اي جرائم تفضل. اكبر جرائم اللي ارتكبوها على دور الحسن الصباح بايران لما استولوا على سمرقند وقلعه آلة موت، مثل ما عم قلك كانت المرأة إذا ما بتبايع حسن الصباح وبتعطي ولايتها للإمام كانت سبية تعتبر. أكثر مجزرة عملوها بمصياف على دور سنان راشد الدين، في معروف هلا إذا بتنزل على مصياف، وأنا ابن المنطقة فبعرف شوي بالمناطق هناك، في بير أو جب بنسميه العلوية بيخافوا يمشوا من جنبه. يقال تاريخيا انه الحسن الصباح عفوا سنان راشد الدين ذبح 40 شيخ علوي ورماهم بهذا البئر. مشان هيك اذا بتلاحظ للاسف ترجع بسوريا مو من زمان، من 10 او 15 سنه، بتلاقي في عداء بين الطائفتين الاسماعيليه والعلويه، بيكرهوا بعض كثير، ما بيزوجوا بعض لبعض، ما بيعطوا لبعض بعض. يا سلام على الثوره، الثوره الثوره للاسف الشديد الثوره عملوها ثورة عمر بن الخطاب،
للأسف الشديد. طب حسن الصباح، هذا بدي أسألك على حسن الصباح، كان يحكي على الإمام دائما، يبشر بالإمام. مين كان الإمام يعني، الإمام اللي كان يبشر فيه حسن الصباح؟ الحسن الصباح ما عم قل لك بدور الإمام نزار. هلا إذا بتفوت على منتديات السعودية أو منتديات خليجية، فرسان السنة، أهل هدول بيقولوا لك إنه كان ملحد. هلا هو لا، ما كان ملحد، هو كان تابع علوه. لو كان ملحد ما كان عمل هاللي عمله. هو كان بيتبع لفرقة من فرق الشيعة اللي هي الإسماعيلية النزارية، اللي أول ما طلع ضد المستعلية. بعدين صار يقاتل العباسيين والخلافة بإيران، كان السلجوقيين، هو حارب السلجوقيين وكان عم يدعي لإمامة نزار بعد ما تم طرده من الفاطمية على يد المستعلي. هلا على سيرة الأم الفاطمية، أنا عم بحكي لك على الإجرام. أحد المستنصر بالله الفاطمي، في عنده أحد الوزراء الفاطميين اللي وقف ضده، قام إذا بتتذكر رواية خالد بن الوليد لما انطبخ رأس ابن الوليد بن المغيرة وأكله، نفس الشيء المستنصر بالله الفاطمي طبخ وزيره وأكله. على هاي الفكرة تمام بالتاريخ الإسماعيلي ما بتلاقيها ولا بيحكوا فيها، بس إذا بترجع بتدور بقصص قديمة أو مخطوطات قديمة بتلاقي تقاطع لهاي القصص كلها. يعني ما شاء الله كله طبخ وأكل بعضهم يعني. تمام، يعني أكبر شغلة عملوها هو القاهر، القاهر الفاطمي، الإمام القاهر الفاطمي هو اللي بنى الأزهر مثلا. شو بدك أحلى من هيك تاريخ؟ تاريخ رائع، ولذلك بالأزهر لحد هلا بيدرسوا أكل لحم الأسير وهالقصص. لا، وبيجوا لك من باب إنه بحيث إنه الإسماعيلية كانوا كتير كيوت، إنه كان في 4 منابر بالأزهر ومنبر خامس 5 منابر، 4 منبر للفاطميين وأربع منابر للأئمة الأربعة، اللي يفرجوك التعايش السلمي كيف كان بين السنة والشيعة بهذيك الدولة. يا ريت تحكي لنا على الانقسامات اللي صارت بالإسماعيلية وعلاقتهم بالصليبيين، علاقتهم بصلاح الدين، تشرح لنا هالفترة. لا تفضل. قسام صار على دور، للأسف راح عن بالي اسم أحد الإمام قبل الفاطميين، فكان في عنده وزير قرمطي ملقب بالقرمطي، كانوا هني طلعت منهم فرقة سموها القرامطة، هني اللي راحوا هجموا على مكة وسرقوا الحجر الأسود. لهلق هني منتشرين وموجودين بالسعودية، جزء منهم وبالهند، بيسمون الإسماعيلية البهرة. مسالمين او مو معنى مسالمين، ما فين يعملوا شيء لانه هن قلال بمنطقه اكثريات، يعني مثلا الاسماعيلي البهره بالسعوديه شو فين يعملوا بحكم السعوديه؟ ما فين يعملوا ولا فين يحركوا حالهم. الشغله الثانيه، الانقسامات اللي صارت، اكبر انقسام صار هو بين نزار والمستعلي، هذا هو الانقسام الكبير. هلا حاليا الاسماعيليين الموجودين، النزاريين الموجودين بالقدموس، كمان بيستنوا الامام اللي ناطره اللي هن المستعلي. الإسماعيليين النزارية أو الأخانية حالياً إمام موجود، وهو اسمه الأغا خان الرابع كريم شاه أو شاه كريم الحسيني، هو موجود حالياً بالبرتغال وبفرنسا، عنده شركات يعني هو حالياً رجل أعمال، عنده شبكة الأغا خان إذا بتسمع فيها، شركة الأغا خان أو شبكة الأغا خان هي ثالث منظمة بالعالم. بيشتغل هو حالياً بمنظمات إنسانية وبمجال إنساني، بس طبعاً كله إذا أنا بشوفه سرقة من أموال الإسماعيليين، لأنه كان إذا بتفوت على الصلاة عند الإسماعيليين بدك تحط مصاري، ليرة أو 5 ليرات أو 10 ليرات سوري، غير أنه جده الإمام سلطان محمد شاه الحسيني تم وزنه مرتين، مرة وزنوه بالبلاتين ومرة بالألماس بأفغانستان. يعني الإسماعيلي عطوه وزن، يعني صاحب صحة كان فوق 100 كيلو. عنده هاي الثروة عملوها من أموال إسماعيليين. كل ما بتحكي قدام شخص إسماعيلي بيقول لك عندنا شبكة الأدخان عم تعطي لكل الطوائف، إما هاي من مصرياتكم يا حبيبي، ما أنتوا يعني نهبتوا هيك بدون ما تحسوا. صحيح. يعني طب شو علاقتهم بالصليبيين؟ هن حاربوا الصليبيين مع صلاح الدين، عملوا تحالف مع صلاح الدين بعد الحروب اللي كانوا فيها. حرب مسمى صوتي حارب الصليبيين، تحالفوا مع صلاح الدين
وكانوا بالصفوف الأولى بجيش صلاح الدين وحاربوا الصليبيين، لكن صلاح الدين بعد ما تحررت القدس التف عليهم وحاربوا رجعوا هربوا منه. يعني هن قد ما كانوا مجرمين تم اضطهادهم بلحظة من اللحظات أو الغدر فيهم مثل ما نقول. عمران عمران أنا يمكن أعرف أن تكون صحفي تماما. كنت صحفي كنت تشتغل للثورة السورية؟ ايه كنت اشتغل للثورة، انا الان بشتغل للثورة السورية. انا كنت صحفي بمجلة، كنت مخرج صحفي بمجلة حمطة اللي داعش ثالث رئيس تحرير ناجي الجرف بعنتاب اذا بتسمع فيه. وكنت صحفي بوكالة او اسمها أنا بريس، كان فيها راديو اسمه صوت دمشق. تم شيء الاعتداء عليك من قبل داعش؟ حاول الاعتداء عليك شيء؟ هلا انا مرتين انضربت، مرة انضربت بعصي ومرة انضربت بسكين، بس ما فينا نتهم حدا. يعني ما فينا نقول لك داعش، لانه انا اشتغلت فترة كنت اعمل مقالات عن زراعة الحشيش بمناطق جبهة النصرة. ما فيني اقول لك داعش، ممكن يكون حدا مثلا سكران. يعني انا قدمت ضبط عند الحكومة التركية عند الشرطة التركية، والبوليس مسك اللي ضربني، بس لحد الان ما بيعطوني الضبط. انا بيقولوا لي ما خلصت. بدي ادخل ما بعرف، يعني انا حابب الحلقة دي عن الإسماعيلية، ما أظن يكون لهم تأثير خصوصا حاليا على الوضع. هلا يا ريت تحكي لنا شو وضعهم هلا بالإسماعيلية بسوريا، شو وضعهم؟ بسوريا كان بالثورة السورية قصدك؟ بالثورة السورية قصدك؟ تفضل. هلا الإسماعيليين في عداء قديم بينهم وبين النظام. رجع البربر، في منهم كثير ماتوا، بيقولوا لك بنكره العلوية لأنه صالح العلي قام بسرقة الأرض من الإسماعيليين من الخوابي مثلا، ورحلوا وهجروا على السلميين. السلميين طلعت أول مظاهرة ب 25 آذار ب 2011، يعني بعد بداية الثورة ب 10 أيام. طبيعة مدينة سلمية إنه السنة والإسماعيلية فيها نسب متقاربة، العلوية قلال، وفيها شيعة كمان نسب قليل. المظاهرات اللي طلعت ضلت عم تطلع حوالي 6-7 شهور، بعدين انقمعت. هلا في بعض الكتائب حاولت تطلع مسلحه ضد النظام، ما تم دعمها بسبب خلفيتها الطائفيه او خلفيتها الفكريه، ان كانوا يساريين او ان كانوا اسماعيليين. حاليا سلميه هي عدد سكانها حوالي 150 الف نسمه، في تقول 1000 طلعوا على اوروبا، اللي ضل فيها اللي هن اللي ما معه مصاري يطلع او اللي ما بده يطلع من الكبار بالعمر اللي ما بيتركوا بيوتهم. شغله ثانيه جان عفوا شغله ثانيه جان مدينه سلميه بحمص بين حما وحمص كسبت نازحين، يعني فيها هلا نازحين فوق 100,000 نازح من مناطق منكوبه، ان كان من ريف حمص، ان كان من ريف حما، إن كان من ريف سلمية الشرقي نفسه اللي حالياً استولت عليه داعش. حالياً فينا طلع ناشطين من سلمية مثلاً، طلع بس على سبيل المثال إحدى المرات داعش ارتكبت مجزرة بضيعة إسماعيلية اسمها المبعوجي. بيطلع أحد ممثلين الائتلاف بيقول لك إنه القضاء على أو داعش أو الدولة الإسلامية، بالضبط قال الدولة الإسلامية تحرر منطقة من قرى النصيرية، علما بأنه القرية كانت سنة وإسماعيلية وعلوية مشكلة، يعني أنه شمت بالأطفال اللي ما تحرق. للأسف الشديد يعني جماعة الإخوان المسلمين ماسكين كل شيء في بسموه المعارضة يعني ليك جان. الفكرة أنه مين ما استلم رح يكون بهذا الشكل، يعني ما العلويين استلموا الحكم عملوا إسا أسوأ من الإخوان، والاخوان لو استلموا كانوا عملوا استا اسوء، ويمكن لو استلم رئيس اسماعيل سلمت القداحه ما استفدت شيء. هاي طبيعه الشعوب اللي عندنا. بكل تاكيد يعني هاي المشكله هون، المشكله انه ما ينبي محدده بشخص معين او بطائفه معينه، او الكل عنده نفس الافكار. يعني المشكله عندنا في خصوصا بسوريا يعني هي الطائفيه، هي اللي متجذره وكلها جايه من الدين الاسلامي القذر هذا اللي فرقنا الى صحيح الفرقه. هلا اذا بتجي انا بشوف
ما بدي بين للناس اني انا بنحاز الاسماعيلي لانه خلفيتي السابقه. اذا بتجي حاليا للدين الاسماعيلي بهذه اللحظه ما في حجاب، الحجاب ما نفرض، الصيام ما نفرض، الصلاه مجموعه بوقتين، مثلا في نشاطات لل، كان في مثلا المجلس الاسماعيلي بمدينه سلامي بيعمل نشاطات حلوه، انه مثلا تعارف، نشاطات، رحل، هالقصص هاي. انا يمكن عند طوائف ثانيه اذا بتقعد شب وبنت حرام، لا، وصلوا لمرحله من التحرر بياخذوا دين متجدد بفرمانات الامام. بالنسبه للاسماعيليه او بارشادات الامام، بالنسبه للاسماعيليه انه الامام هو الوحيد اللي قادر يفسر القران، فهو بيعطي تعاليمه. وبتعتمدوا على القرآن طبعاً، الإسماعيلية بتعتمد على القرآن، العلوية بيعتمدوا على القرآن، كلهم هلا عليك كل الطوائف بيعتمدوا عليه، بس بشوفوا أنا بقروق رأي، ما حدا نفذه تنفيذ حرفي غير داعش. بكل تأكيد يعني، وبكل تأكيد يعني أنا كنت يعني على سبيل المثال الأكثر آية، إذا وين ما تفوت على أي مجلس إسماعيلي بتلاقي الآية المعروفة تبعت من كنتم، شو اسمها، اليوم أتممت عليكم دينكم، أتممت عليكم دينكم، أكملت عليكم دينكم، وأتممت عليكم دينكم. هاي الآية بغديكم يوم اللي ولى الإمام علي بالولاية. بتلاقي مثلا بكل المساجد زخرفات لأحاديث نبوية بس لآل البيت، إنه أنا مدينة العلم وعلي بابها. بتوصل مرحلة، أنا أحد الأشخاص كنت فيما مضى مستعد أكفر على الله وما أكفر على الإمام علي مثلا. يعني بالفعل الإمام علي بالنسبة للعلويين وللشيعة يعني شيء هو فوق محمد أصلا، يعني وحتى الشيعة، أخوتنا الشيعة بالعراق فاطمة الزهراء هي الإله تبعهم، يعني فاطمة شلوار فاطمة الزهراء، ما هيك أنا ماني غلطان؟ إيه فاطمة الزهراء. في هي الفكره اللي بتخليك بتعمل هاي القدسيه، هي المظلوميه اللي عملوها بحالهم بكل الفرق الشيعيه، المظلوميه اللي يعني مثل حاليا المظلوميه اللي بيعملوها السنه من العلوي، والمظلوميه اللي عم يعملوها العلوي من السنه، نفس الشيء ايام كربلاء، المظلوميه اللي عملوها لحالهم، والقصه الكاذبه اللي وصلتنا، الحرب اللي دامت 40 يوم مدري 10 ايام، هي كلها يمكن كانوا 72 شخص حكى عنها اذا بتذكر دانيال باحدى حلقاته مع سال، انا تابعتها، انه كثير كان فيها تهويل ولعب على الاوتار العاطفي، يعني مثلا انه هذا اللي انقطعت ايده، العباس اللي انقطعت ايده وضل عم يقاتل الايد الثانيه، عندنا بانه اذا بتقطع شريان اللي بده ينتحر بيقطع شريان ايده بدقيقتين بيموت بيخلص دمه، وهو ضل ساعتين عم يقاتل باليد الثانيه من راية بين ابطيه مدري كيف. الكذب والاسطوره ما بتخلص، يعني هل من المعقول نحن عم نجرح جرح بسيط الانسان بتقلق غير هيك فما بالك يعني مقطوع ايده؟ يعني عند الشيعة كمان بيتغنوا بقوة رسالة الإمام خيبر فتح بردي مثلا، هو إذا بتشوف عند العلوية هلق في عندهم ببانياس، إذا بتسفي الصخرة اللي بتسمى من العراق نزلت البحر، والصوت شوي ما عم بيساعدنا الصوت هيك تمام هيك؟ تمام شو بالصخرة؟ ما أنا ما سمعت الصخرة هاي بالعراق. أي يعني هلا كنت عم أقول لك إنه التهويل بقوة الإمام علي عند الشيعة كمان، إنه لما زدت الصخرة لما فتح باب خيبر بضربة وحدة، وهو باب أكبر القلاع كانت، لما زدت الصخرة من العراق نزلت ببانياس بالبحر، ولهلا في صخرة واقفة بسموها إنه هاي صخرة الإمام علي أو شلفة الإمام علي بسموها، بيروحوا بيتباركوا فيها العلويين. هي شلفة الكذب تبع الإمام علي يعني. هلا ايه بالنسبه لي انا كل الطوائف والاديان والمذاهب كذب، فكل واحد مثل ما بيقول كارل ماركس التاريخ يكتبه الاقوياء او المنتصرين. كان ينتصر كان يكتب التاريخ تبعه. بكل تاكيد اخي عمران، بما انك هلا صحفي ومتابع للوضع السوري، كيف شايف الوضع السوري هلا؟ وين وصلنا يعني؟ أنا بصراحة ما أني متابع يعني، أنا مع أنه سوري، ولكن يعني مثل ما بقولوا أنا مليت من هالصراعات الطائفية، هي إخوان المسلمين والعلويين نزلين بعضهم كلهم مؤامرات ودسائس، وكلهم جابوا الغريب للبلد وصاروا
القاو بالغريب وحتى نهوا البلد نهائيا يعني. تمام. الوضع السوري حاليا كثير وصل لمرحله معقده يعني. اذا بدك خلينا نحكيها بصراحه، نحن اوقات كنا بنقعد نحكي مثلا مع حدا غريب عن سوريا ما بنقول له هذا الحكي انه مشان نضل مبيضين وجهنا، بس للاسف هلا تعالى القوى اللي بسوريا، النظام ما عاد بس بشار الاسد، صار في معه روسيا وقوات غربيه، وعندهم مثلا قوات عراقيه وقوات ايرانيه غير الميليشيات السوريه نفس بعض. بالاساس كل فرع كان من قبل الثوره، كل فرع عمل ما بيمون على الفرع الثاني وبيشتغل منفصل عن العلاقه بهذا الوضع. اذا بتجي على الثوره، الثوار الحقيقيين خفوا لانه في صار في قوه اكبر منهم اللي هي الجهاديين اللي عفرتوا عليها، صار في داعش اللي عم تاخذ هلا مناطق بسوريا ممتده، عندك القوات الكرديه. انا بشوف للاسف يعني مثلا امبارح او قلت امبارح احرار الشام وجند الاقصى متقاتلين، جند الاقصى هي مخفي لداعش، كان دابحين 12 عنصر من احرار الشام. هلا اذا بتشوف، انا بشوف البلد رايحه على تقسيم، وبرايي انه هلا التقسيم ما راح يستمر، بس برايي حاليا هو افضل حل لوقف الدم. رايك، برايك هلا التقسيم قريب بعيد؟ هلا شايفين حلب مثلا، حلب عم بتقاتلوا عليها، واليوم امبارح كان في اليوم اظن جلسات لمجلس الامن، قرار روسي وقرار فرنسي. هلا اشرح لنا اياها. جلسات مجلس الامن هي من 2011 عم نشوفها، بس انا بشوف التقسيم قرب كثير يعني، او بدايته لما فاتت تركيا واخذت جرابلس يعني. منبش حاليا مع الاكراد وعفرين وكوباني وهالمناطق، راح يكون في كردستان سوريا موصوله مع كردستان العراق شيء اكيد، راح يكون في دوله اسلاميه موصوله بالعراق اللي هي الرقه والدير، وجزء كبير من ريف حمص اللي هو بالتدمر. النظام رح ياخذ، اذا ما بعرف اذا كنت تقرا عن هذا الموضوع، سوريا المفيده كثير كتبوا عنها محللين سوريين. سوريا المفيده اللي هي من جبال الساحل مرورا بحمص للشام، يعني الشريط البحري لدمشق، الشريط الساحلي للداخل شوي لدمشق. السويدة ما بعرف شو رح يكون وضعها، بس اهل السويدة قبضايات عملوا حكم لحالهم، ما بيخلوا واحد من الامن يسحب واحد عسكري، انا بشوفهم كثير قبضايات هذول هاي المنطقه. في تقسيم رح يصير اكيد، وانا بشوفه كثير قريب. وبالنسبه للدوله السنيه، وين تكون الدوله السنيه برايك؟ هو هاي المشكله، الدوله السنيه عند مين؟ عند الداعش ولا عند الاحرار ولا عند الجند؟ رح في تقسيمات، بس يكون في دوله داعش ودوله الثانيه اللي هي بين حلب وادلب وريف حما. يعني حلب هلا صايره نصها عند النظام ونصها عند جماعه المعارضه احرار الشام، ولا ما بعرف بصراحه. ما بعرف هي المشكله جان، كل نهار بصير حركه جديده عسكريه بتغير لك الوضع كله يعني. بس حلب حكما رايحه للمعارضه، مع انه بس الحارات الشرقيه يعني، الاحياء الشرقيه هي ترى الاحياء الشرقيه والريف كله، الريف المحيط يعني. برايك مثلا الاحياء هي مثل السبيل وغير هالاحياء الموجوده تحت سيطره النظام يعني، راح يتخلى عنها النظام بمفاوضات مثلا يعني، ممكن مناطق اخرى يعني؟ ممكن يعني هلا النظام ممكن يتخلى عن منطقه مقابل منطقه ثانيه يعني، ما هو تخلى عن ادلب باحدى المراحل، تخلى عن المدينه كلها. هاد قصه تحرير ادلب كذبه، كان انسحاب وتسليم. والرقه بتتم مع داعش ولا شلون شايف انت كصحفي كمتابع للاحداث بسوريا، داعش لوين رايحه؟ داعش بدها تم يعني، داعش بدها يشيل داعش. انا عندي وجهه نظر بموضوع الجهاديين اللي اجوا من سوريا، هي انه داعش حاليا عم يعني الدول الغربيه وحتى النظام عم يجمعهم بمنطقتين اللي هن الرقه والدير وبعض مناطق العراق، مشان يقصفون التحالف مو اكثر يعني، عم يجمعون ليحرقون، هن لاقوا منطقه اسمها سوريا يحطوا فيها كل وسخ الدنيا مشان يخلصوا منه. يعني هاي السيناريو الاقرب للعقل، ممكن يكون في شيء ثاني، ممكن يكون تحليل خطا، بس عم بشتغل بصلي حوالي شهرين ما كثير
سمعت بعد انه صار شيء بيوجع الراس، كل نهار واحد عم يكذب، كل نهار واحد بيطلع لك بفصيل، كل نهار واحد بيطلع بيحرر وبيعمل. وداعش يعني برايك، انا بصراحه اللي هيك بخطر لي انه يعني هلا سوريا العراق وجهه للتقسيم اكيد، وبعدين داعش او ما يعني مثل ما شفنا القاعده ولدت داعش، وداعش راح تولد شيء ثاني. ما هي داعش ولدت جند الاقصى حاليا، جند الاقصى تماما. ما بتعرف بالايام جند الاقصى من راح يولد بالضبط. يعني جند الاقصى يعني انا اللي عم فكر فيه انه هل من المعقول مثلا خليفه داعش خلينا نقول يوجه سهامه للسعوديه يعني وهدم الكعبه مثل ما وعدوا؟ هلا السعوديه ما انا دوله يعني ماني الاغرار بالسياسه لحتى يفوق يخلوا داعش تدخلهم. ممكن تصير بقصص تفجيرات، بس انت اسال حالك لهلق ليش داعش ما فجر التفجير واحد بايران، او رجع لها كم عنصر ايراني او كم عنصر بالمخابرات السوريه انمسك بداعش، انه هو قيادي بداعش كان بالمخابرات الايرانيه. مخابرات السوريه هي اهم يعني صراحه تماما. هاي القادات كلها كانت بسجون سيدنايا، وكانت بابو غريب، وكانت بهاي المناطق بسجن تدمر مثلا. تعرف اسامي القادات هذول اللي طالعوا النظام من 2012؟ كانوا بسجن صدنايا وطالعوا، وبعدين شكلوا احرار الشام وما مدري. طبعا ابو شيخ زهران علوش، شو كان اسمه تبع صقور الجبل نسيت اسمه، كان نفسه ابو عيسى الشيخ، ابو خالد السوري. في محمد ابو التوت حكيت لك مره عنه، محمد ابو التوت هو كان من اخوان تركيا اللي كانوا عم يقاتلوا بحما مع الطليعه المقاتله، وظل مطلوب لل91 انمسك بسوريا ونحط بسجن سيدنايا. طلع بال2012 بالعفو، وهو كان المشكل الرئيسي من تركيا لاحرار الشام، هو كان يسعى لهم بالدعم والتمويل وهالقصص. وقبل ما يغتالوا القادات باحرار الشام ببنش من حوالي السنه ونص او سنتين، كانوا باجتماع معه قبل بيوم. سألك عن القرقاع إذا بتعرف. حسان العبود كمان. حسان العبود. في عندك أي معلومات عن القعقاع؟ القعقاع مخابرات، هذا مخابرات هي اللي عملته وهي اللي قتلته. هي بصراحة القعقاع هذا يعني أقاربنا من بعيد. القعقاع هو القعقاع الفكرة تبعته إنه لما فاتت امريكا على العراق، كان في فكره عن جورج بوش انه يكفوا على سوريا، فبلش الاسد يبعث لهم جهاديين، فتح لهم باب الجهاد عن طريق اكثر من شخص من بيناتهم ابو القعقاع. يعني اذا شفت الوثائق اللي انعرض على الجزيره بالجوامع، كانت تدريبات بالجوامع حلب، جامع الصاخور جمنا يعني بالحيدريه، والصاخور نفس الشيء، وهو اغلب قرايبينه بالحيدريه، اقاربه يعني بالحيدريه تماما. لما انكشف امره قتلوه على باب الجامع، يعني لما رجع ما كانوا متوقعينه يرجع. يعني بالضبط، انا هاي الفكره اللي بدي اوضحها، انه بالوقت ايام العراق، ولما جورج بوش قال بدنا نكفي على سوريا، فجمع هذا القعقاع، جمع هذه المجاهدين وبعثهم على سوريا، وكانوا هم القاعده اللي بنعرفها دوله العراق، الدولة الإسلامية بالعراق. بعدين منه النزات نفسه صار تشكل داعش يعني. وهذا القعقاع كان له لقاء في دمشق مع البغدادي. صحيح، وحتى أنه راح على قابل بن لادن في إحدى المرات، قاتل معه فترة معينة وطالبان، ثقل كثير. أنا الوثائقي حضرته 3-4 مرات. طبعاً اكيد بهاي الوثائقيات ما بيكون المعلومات كامله، بيكون لسه في اشياء مخفيه ما حدا بيعرفها، انا بظن غير المخابرات اللي عملت هذا الشخص بكل تاكيد. وغير هيك حتى صاحب الوثائقي مثل قناه الجزيره، يعني كمان اخوان مسلمين شو بدهم الوثائقيات يعني، هذا شيء اكيد. صحيح. هذا على سيره الجزيره، من شوي اذا سمعت نزل خبر انه مغتالين فيصل القاسم.
طلع تكذيب بس ما بعرف يعني دبل تصب ما ترد مثل ما بقولوا بالجزيرة حاطين الخبر؟ هلا طلعت الجزيرة كذبت قالت الموقع كان مهكر ما بعرف بس انتشر الخبر كثير يا سيدي أنا نحن بنتمنى له الحياة ما بنتمنى له الموت ولكن يعني هلا على سيرة أنا كان بدي أتطرق لهالموضوع معك أنتم كثير حكيتوا على نهضة حتر تفضل قتل بالأردن اللي صار بنهض حتر انه قتل من شان نشر رسم كاريكاتوري انه قتلوه السلفيين او قتلوه الاخوان او مين ما قتلوه بس ما حدا بيذكر انه نهض حتر كان من مؤيدين حزب الله اللي كان عم يدبح بالشعب السوري يعني كان في له تغريدات على تويتر مع قتل اي حدا لاي فكر مين ما كان يكون وقت نهض حتر كان من مؤيدين حزب الله وفي إحدى تغريداته على تويتر بال 2014 كتب إنه إن الله في القلمون لما كان حزب الله عم يقطع رؤوس أهل القلمون. بالضبط أخي هون في 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 شغلة كتير مهمة أنا يعني أنا بنهض ناهض يعني أنا ضد القتل ضد طريقة القتل. طبعاً ضد قتل أي حدا بس. ولكن في لكن هو واقف يعني هذا الشخص اللي بيعرف حاله على انه ملحد بوقت ضد معين او طرف معين وباي طرف معين مجرم بنفس طرف فهذا الشخص انا بشوفه منافق يعني يرحمه ضد اي شخص وصوتك شوي قطع اذا بتعيد هيك سمعان هيك عم قل لك انه هذا الشخص اللي اللي بيعرف حاله على انه ملحد وبيهاجم السلفيه وبيهاجم الاخوان وبيهاجم داعش بنفس الوقت عم يأيد حزب الله اللي هن الوجه الاخر لداعش عند الشيعة فهذا شخص منافق انا بشوفه مثله مثل المنافق اسلام البحير اللي بيحاول يجمل صوره الاسلام انا بشوفه اكبر منافق هذا اللي بيكذب الايات والقصص هاي انا هو كلهم بشوفوا المنافقين طبعا وانا ضد قتل وضد سجن اي شخص لفكر بأكد لك على هاي القصة بالضبط بالضبط يعني أنا نحن شفنا كتير أصدقاء للأسف الشديد يعني لما كان بشار عم بقصف بقصف حلب وماتوا منهم أهلي يعني أهلي أنا وأطفال من أهلي انقتلوا تحت القصف كان في ناس عم تقول افرم يا بشار افرم يعني للأسف الشديد شيء مخزي وشيء طبعاً يوطي الراس يعني بمنطقها فحزب الله هو الوجه الآخر لداعش عند الشيعة وبشار الأسد والنظام هو الوجه الآخر لداعش عند العلوية فقط ومثل ما كنا عم نحكي عن سنار راشد الدين والحسن الصباح كنا عم نحكي عنه هو الوجه الآخر عند داعش عند الإسماعيلية مثلا هو يعني هن ما بشوفوا دقن حسن نصر الله واسم الحزب تبعه حزب الله يعني حسن نصر الله اعلن بالثمانينات انه بده يعمل دولة اسلامية بلبنان موجود المقطع على اليوتيوب اذا اكيد شايفه انتشر كثير انا بس بدي تحلل لي هالانسان اللي يعني اللي ياخذ هالفكرتين يعني انه هو ملحد وهدفه الانسانيه ويجي بيقول لك مثلا بيحط لك صوره بوتين هذا القاضي على الدواعش وبيحط لك صوره بشار المدني وهذا القاضي على الدواعش وهذا عم بيحارب الدواعش تمام هلا في شغله معروفه او مقوله كنا نقولها كثير بسوريا ان الانسانيه لا تتجزا بدك تكون انسان كون ضد كل انواع القتل باي عند اي طرف عند اي طائفه لما بدي يكون انا ملحد وعم هاجم السنه بس ما عم هاجم الشيعة لانه خلفيتي شيعية او ما هاجم بوتين اللي عم يجي باسم حرب مقدسة مسيحية على سوريا لأنه أنا خلفيتي مسيحية فأنا منافق ببساطة أنا اسمي مستلحد ما عاد اسمي ملحد أنا بدي أجيب لايكات وبدي أجيب شيرات على الفيس وبدي أجيب ريت مو أكتر هو المشكلة صدقني يعني في منهم ليسوا لا مسيحية ولا من خلفية قصد مسيحية وليس من خلفية أصلاً علوية ولا شيعية طيب مثل ما عم قلت لك أنا كنت عم بتهاجم من أصدقائي أنه أنت ليش عم تهاجم السنة بس ما أنتوا عندكم إجرام فأنا لا أنا ماني عم بس حالياً أكثر الإجرام عم شوفه أنا من شخص من طرفين اللي هني حزب الله وداعش هدول أكثر الشخصين الطرفين اللي عم شوف عنده الإجرام حالياً بس تكرم عينكم أنا بحكي ما عندي مشكلة هي طلعت حكيت لك عن التاريخ الأسود عند إسماعيل بكل تأكيد أصدقائي أنا بدي أفتح السكايب فتحت سكايب حالياً اللي عنده أي مداخلة أي سؤال يتفضل يطرحه نحن بصراحة أنا يعني الأخ عمران حبي يحكي بالتاريخ الإجرامي للأقليات
وطبعا العلويين يعني كمان اقليه من سوريا، هن كمان لهم تاريخ اجرامي حديث على الاقل. يعني بتحب احكي لك عن تاريخهم الحديث؟ يا ريت يا ريت، تفضل. اذا بدك تجي لمعتقدات العلويه، فهن بيشوفوا انه الامام علي هو عند الشيعة او عند حتى عند اسماعيل في فكره انه الامام الباب والامام المغيب، او يعني في امام ظاهر وامام بيعطي التعاليم. هني بيشوفوا محمد هو الظاهر وعلي كان يعطي التعاليم. هلا هني حاليا بيامنوا في عندهم ثالوث مثل ثالوث المسيحيه، بس هو مين؟ علي والامام علي و فاطمة الزهراء اكيد. لا 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 لا، سلمان الفارسي ونصير الدين الطوسي، هذول الثلاث اشخاص بشوفون انه هن القداسه تبعتهم، بشوفوا انه المسيح مجسد بالامام علي نفسه. حتى في بعض الطوائف اللي هن كمان اكثر من عشيره، بيقولوا لهم بعض العشائر بتقول انه الامام علي حاليا قاعد على القمر وعم يشوف عم يراقب الناس شو عم يصير فيهم والوضع بالعالم وبالكون. هلا انا امبارح كنت عم بسمع شغلي مثلا انه قله الاخلاق عند هذا الشخص اللي اسمه الامام علي، لما في مفاخره بينه وبين ابنه الحسين حوالي النص ساعه عم يقول انا وانا وانا، وعم يتفاخر بكلمه انا. طبعا كلمه انا معروف انه عيب الواحد يقول انا باخلاقيا، تبعت انا الضارب بالسيفين وانا الطاعن وبالرمحين وانا قاتل الكافرين يوم بدر وحنين، وهيك ساعتين انا مرد الكومات يوم احد، بضل يتفاخر بده الحسين كله بده يتفاخر عليه كله. وانا كفيني ابنك كيف الصوت قطع، يا ريت تعيد. الحسين شو قال؟ بيطلع ابنه الحسين بده يتفاخر عليه لابوه، بيقول له انا بكفيني اني ابنك وبي اشرف من بيك اشرف من جدك. يعني شيء بضحك. بدي ابعث لك هلا، بدي احط لك اياها اذا مفتوحه التعليق، حط هاي المفاخره اسمها مفاخره الامام، حطها بالتعليق، ابعث لك اياها بلينك. التاريخ بلشت الاجرام عند الهلق. اذا بتحب تشوف تاريخ الاسماعيلي العلوي عفوا، اول ما بلشت عدوانيتهم بعد فتوى ابن تيميه بقتلهم، صار عندهم خوف. هلا هن كانوا مختبئين بجبال سوريا او خائفين او منعزلين بجبال سوريا، الجبال الساحليه. بعدين نزلوا على المدن بعد ما صار في دوله سوريه، يعني صار في قانون. المهم السائر السوري الكبير صالح العلي، السائر الوطني المقاوم، كان هذا الشخص عنده نزعه انه بده يعمل دوله علويه، فهجم على قرى السنة بريف اللاذقية بجبال الأكراد، وهجم على قرى الإسماعيلية بريف طرطوس بالقدموس، عمل مجازر وهجر أهالي تلك المناطق. يعني هلا أهل سلمي هي أغلبهم يا من القدموس يا من نهر الخوابي يا من جبل عكار بلبنان. إذا تجي على 2005 مثلا، بال 2005 هاي الحادثة يمكن قلل عفوا أنه ما كان في إعلان ضوئي عليها، هجم علوية بالقرية اسمها القدموس بريف في 2005 هجموا بحكم بشار الاسد، فطلعوا اهل الضيعه قبضايات ومعهم سلاح اهل القدموس، طلعوا واجهوا وصار في قتلى من الطرفين بشكل مو طبيعي. يعني صار مجزره دمويه صارت. اجى النظام، فاتت المخابرات وفاتت فرقه من الجيش، قشت اهل الضيعه وحطتهم بالسجن، ما حدا حكاهم شيء يعني لهدوا. انا بظن حاليا برجع لك فيها انه السبب اللي خلاهم دمويين لهدول الاشخاص هو ابن تيميه التافه اللي افتى بقتلهم وطلعوا من الاسلام. بكل تاكيد، يعني انا بظن ابن تيميه هو دراكولا العرب او دراكولا المسلمين، يعني ما كفر هالناس وما عرف شغله الا قتله، يعني كل شيء يقتل. واظن يعني السبب حتى الجبال الساحليه تبع سوريا هي كلها سموها جبال العلويين نسبه لانه جماعه ما لقوا مكان يسكنوه غير طبعا غير الجبال. يعني تمت ملاحقته من العثمانيين بالبدايه. انا بدي اسالك سؤال، انا اللي بعرفه لحد الساعه هي بتركيا اللي العلمانيه صار لها 100 سنه تقريبا من ايام اتاتورك وسقوط الخلافه، لحد هالساعه هي العلويين
ممنوعين من ممارسة طقوسهم الدينية يعني. أنا لهذا لا لا بتركيا لا ما من ما ممنوعين بتركيا. بتركيا انا سكنت فتره بمدينه اسمها أنطاكيا. أنطاكيا كلها علوي، عندهم مناطق ومقامات وبيمارسوا فيها شعائرهم طبيعي، بس هن بشكل عام العلويين ما بيمارسوا شعائرهم بالعلن، حتى بين بعضهم ما بيعطوا دينهم للمراه، ما بيعطوا دينهم للشخص لاي شخص لحتى ياخذ موافقه الشيخ العلوي تبعه او يعني شيخه لحتى يعطوا الدين. هي بالاساس عندهم بعقيدتهم ما بيمارسوها بالعلن، ما حدا بيعرف صلاتهم. بس بأنطاكيا أنا بعرف إنه وين يعني بتركيا كلها في 15 مليون علوي وموجودين بالبرلمانات، ما حدا فيه يمنعهم. برأيك أنا عندي سؤالين هون. برأيك يعني لما قامت المظاهرات بسوريا والنظام رد بعنف يعني قطع النظير، يعني مثل واحد خايف ضرب الجبان يعني. مثل ما بقولوا ضربة الجبان يعني قوية جدا. برأيك لو النظام كان بقدر بحتوي هالمظاهرات، كان هل بالإمكان يعني بدون سقوط النظام، يعني بدون ما يسقط النظام، بدون ما يصير كل هالبلبلة، يعني بدون ما يستلموا الإخوان المسلمين كمان الحكم، يعني يحتوي هالمظاهرات وتم الدولة السورية مثل ما هي بدون أي مشاكل؟ ممكن يكون. شوف جان، حكم الأسد صار له 40 أو 50 سنة، حكم بشار الأسد الإبن صار له حوالي 15 أو 16 سنوات. في عندك مغيبين وناس ما حدا بيعرف وينها ومخابرات، وواحد لأنه بيحكي لك بحرف القاف مستعد يحكم شارع لحاله. لا تقيم نسمع كتير عن هلال الأسد وبيت الأسد اللي كانوا مثلا ياخذوا اي بنت تعجبهم بالشارع ويمشوا فيها. الساعه كانت رح تقوم حتى لو كانت انحلت ببدايتها باحداث اطفال درعا، كانت رح ترجع تقوم. كان بده زريعة على القصه، كان بدهم يعني اطفال درعا. يعني انا بقول لك لو انه حافظ الاسد مستلم كان شنق محافظ درعا وحل القصه، بس كانت رح ترجع تطلع مظاهرات ثانيه، وكان رح تطلع لانه الظلم صار له 50 سنه، ما رح يهدى بسنه او ما رح يهدى بسنتين. في شعب حاقد وحاقن على نظام ظالم، نظام مجرم اكل له حقوقه وسارق خيرات الشعب. يعني انت ما انا غريب عن سوريا، يعني الحد الادنى للحياه عند المواطنين كان ما حدا ابدا يترفه، او الموظف مستحيل يعيش راتبه براتب 20 خالص ابسط الامور. والصوت شوي الصوت تعب. على كل حال رح ارجع في سؤالين هذول، رح ارجع معك. في الاخت ديانا عم تسال سؤال، عم تقول بدي اسال عن الحجاب عند العلويين غير موجود وعند الشيعة موجود، شو السبب برايك؟ هاي بقى بترجع لكل ما كتير انا عم قلك متطرق بقصه العلويه، بعرف عنهم شويه امور. عند الشيعة موجود لأنه الشيعة بين الشيعة والسنة المذهب نفسه مختلف فقط بقصة الإمامة والخلافة. عند العلوية فقصة حسب ما المفتي أو الشيخ تبع العشيرة أو الطائفة هو بيفتي لهم بوين مكان. إذا يعني هي قصة مبادئ ومذاهب، يعني كيف تفسيرات. يعني سيد القمني بده يحكي لك ساعتين حجاب مانو فرض، يفسر لك من القرآن نفسه أنه ما نفرض. قصة مفسرين بترجع القصة. أكيد. السؤال الثاني اللي كنت أسألك إياه بصراحة هو النظام السوري. يعني قبل ما يجي بشار كان أبوه المقبور حافظ، شو السبب اللي دفعه يساوي يقفل السينمات؟ يعني أنا لما كنت في سوريا قفلت السينمات تقريبا بداية التسعينات أواخر الثمانينات، مدارس تحفيظ القرآن تكتر وعلى حساب السعودية. يعني أنا ما عم بفهم الخلطة هي، يعني كيف حاول يقوي شوكة السنة ذات نفسهم؟ يعني صراحة الخلطة هي ما فهمتها كيف يعني. هلا أنا هون ما كنت مبوعي، يعني أنا مواليد 91، بس ما قصت معاها تحفيظ القرآن اللي انتشرت أكثر شيء بالشام وبحلب، يعني كان عم يحاول يحتوي شريحة كبيرة من الشعب اللي مستنى.
على سبيل المثال كان يطلع الحصون او البوطي يحكي كلمه واحده خلص السنه كلها تمشي مثل ما بده، يعني كان عم يحتوي، يعني لا هذا الذكاء منه، هذا كان عم يعرف يحتوي لك شريحه كبيره اذا طلعت ضده، خصوصا بعد الثمانينات بعد احداث حماه وحلب وادلب، هاي الشريحه اذا رجعت طلعت ضده كان وقتها في اعلام، فهو عم يحاول يحتويهم مو اكثر، هذا ذكاء كبير منه. بتذكر اول ما استلم، انا طبعا مواليد السبعين، ولكن وقت استلم انا من جيل الحركه التصحيحيه مثل ما بسموها يعني. فلما استلم بالدستور السوري لازم يكون الرئيس سني، يعني الدستور حيث صحيح، فطلعت عنه اشاعات هنيك او اقوال تقول رني يا ليرة رني الكفتار وخلى الاسد سني. هلا اللي اعترف فيه انه موسى الصدر اول مين اعترف بانه العلويه سنه، العلويه اسلام مسلمين، وهن غيروا الدستور وعملوا انه لازم الرئيس يكون مسلم، ما شالوا كلمة سنة حطوا مسلم. يعني هلا فهمني يعني كيف ناس بتتبجح بتقول العلوية ما هم مسلمين؟ ما بتذكر من يومين لما طلع صديقك المؤمن بالحوار معك شو قلت له؟ انه منيح اللي مانوا المسلمين، يعني رغم كل اجرام ما وصلوا لاجرام المسلمين. يعني بصراحة انا اللي بعرفه العلويين هم اتباع علي بن ابي طالب. علي بن ابي طالب هو ابن عمه للرسول. يعني طيب معقول يعني هل علي بن ابي طالب مثلا مسيحي؟ هلا في حديث عن محمد بن عبد الله انه بمعنى 73 فرقه، واحده منهم الناجيه، وكل شخص بشوف فرقته هو الناجي، هي الناجي وهي بدها تروح الجنه، فاي حدا بيطالع الثاني من الاسلام ببساطه، يعني ليش عند علماء الشيء عند علماء السنه امثال القرضاوي او غيره، يعني ما بيقولوا لك انه الشيعة مانوا المسلمين، ما بيقولوا لك انه الدروز مانوا المسلمين او المراشدي مانوا المسلمين، نفس الشيء يعني، ونفس الشيء عند علماء الشيعة الكبار يعني بيقولوا لك انه مانوا المسلمين. والعلوية طبعا بيعتبروا حالهم مسلمين اكيد. لا مش عارف قصدك السقطك كل ما في طائفة بالإسلام ما بتعتبر حالها مسلمة، بس ما في طائفة تانية بتعتبرها مسلمة. هون هنا كلهم منكروا بعضهم، يعني العلوية بيكفروا كل الملال، الإسماعيلية بيكفروا كل الملال، الدروز بيكفروا كل الملال، السنة بيكفروا كل الملال، والشيعة صحيح وعلى أهل هذا مثله، ورقصني يا عويس مثل ما بقولوا، وبالفعل يعني مرقصينا شايفين يعني بلادنا تدمر من وراء الفكر الإسلامي القذر هذا، يعني شيء علوي شيء سني وشيء شيعي، وقتل على الهوية، قتل على الهوية. مزبوط. هويتك أنت من أي منطقة يلا هم ضدنا رصاصة ما كانت ونخلص منك، يعني هي على الهوية مثل الثمانينات كان القتل على الهوية بالضبط، يعني للأسف الشديد للأسف الشديد. طيب انا اصدقائي يا ريت انا اتمنى تتصلوا فينا ونسمع ارائكم بهالموضوع هذا، بصراحه يعني انا الموضوع السياسي انا ما بحب اتدخل فيه، ولكن انا بدي اشوف الجذور الطائفيه الموجوده، اللي يعني ليش عم نتقاتل، ليش هالقتال اللي عم بيصير بسوريا شو سببه علوي سني درزي شيعي اسماعيلي، وللاسف الشديد داخل فيه يعني الأكراد هن ضحية من زمان، يعني الله عم بيحاولوا يسترجعوا ما سلب منهم، يعني من جماعة العروبيين البعثيين العروبيين من أسد وصدام والناس. طيب بدي أسألك سؤال عمران، شو مصير حزب البعث العربي الاشتراكي؟ يعني صرعونا بالعربي الاشتراكي العربي 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 والعربي، حزب البعث العربي جاي كلياتنا بنعرف شعاراته واحدة حرية اشتراكية، هو الله يستر ما يصير مثل حزب البعث العراقي قادات بداعش، بس خلينا بالضبط الوحدة العربية اللي صاروا طيزنا فيها حيش السامعين، وشايفين الحكم بلدين حزب البعث العربي، يعني حكم العراق شايفين العراق عم تتقسم، حكم سوريا شايفين سوريا عم تتقسم، حكم اليمن
خلينا بسوريا والعراق، يعني ان الحزب البعث اللي حكم بهالبلدين هذول، يعني وين وصل الفكر العروبي فيهم؟ تفضل. هي الفكره الاساسيه انه ما بعرف ليش اخذين انه سوريا عربيه، مين بيعرف انه انا اصلي عربي ولا اصلي فينيقي ولا اصلي قرباطي؟ يعني مثلا ما هو الاحتلال الاسلامي العرب من 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 احقر منطقه بالعالم اللي هي شبه الجزيره البر وعاب لنا، ووصلوا للاندلس للاسف، يعني هلق بغنوا الاندلس مع انه لعنوا رب للاندلس، لعنوا رب اسبانيا. الاندلس هي كل اللي بنعرفه عن الاندلس، الموشحات الاندلسيه على اساس يعني كانوا مستعمرين حضاره، وان راحوا دمروا الحضاره اللي كانت موجوده هناك، يعني دمروا حضاره بكل معنى الكلمه، يعني للاسف تماما. يعني هلق مثلا على سبيل المثال الخلافات اللي صايره بفلسطين وبين فلسطين واسرائيل، اما فلسطين لا بالاساس لا عربيه ولا يهوديه، فلسطين بالاساس كلدانيه واراميه، ومرت عليها 5000 حضاره قبل ما تصير بين ايدين اليهود والعرب. اسف، هو في عندنا مشكله بالصوت على الاول، بس الصوت هيك عندك في غشوشه هيك تمام؟ هيك تمام، يا ريت تم هيك. على كل إن انا نحن وصلنا لنهايه حلقتنا، وانا بصراحه يعني موضوع الاقليات والتضامن للاسف الشديد، انا بعرف انه يعني خصوصا الاقليه العلويه هي رده فعل، وحتى لو ما حتى مثلا لو ما كانت رده فعل، يعني ما اظن كان سووا شيء اقل من هيك، يعني حتى لو ما كانت رده فعل، يعني نحن بنعرف على طول الزمن العثماني وانظلموا العلوية وكان مسكنهم الجبال، حتى سموا الشريط الساحلي السوري بالجبال العلويين، لكن هذا ما بيمنع انه هن مجرمين. ما قصدي ان اقصد الطائفة كاملة، ولكن كفكر طائفي، الفكر الطائفي بشكل عام، بشكل عام اي فكر ديني اجرامي، انا هذا رأيي مقتنع فيه باي طائفي وباي مذهب، ما في فكر ديني ماشي على الدين ما هو مجرم. بكل تأكيد، بكل تأكيد. على كل انا اذا في عندك كلمة اخيرة عمران مسألة الأقلية وإجرام الأقليات، يعني لما الأقلية تستلم الحكم. لا، الكلمة الأخيرة اللي بدي أقولها أنه ما في داعي أنه نرى بسبب أنه نبين أنه ملحدين نهاجم طائفة ونترك مساوئ أو إجرام طائفة تانية، يا أما نكون ضد الكل يا أما نصف على جنب وما نفتح تلنا بحرف، لأنه هيك رح نكون منافقين، يا أما نحكي على إجرام داعش مثل ما نحكي على إجرام حسن نصر الله وحزب الله وإجرام العلويين، يا أما بدنا نحكي على العلويين وننسى السنة مثلا، يا أما نقعد من هذا حكي إنه، يا أما نكون نحكي كلمتنا بما يوافق ضميرنا مع الكل، يا أما ما نفتح تمنا ونضل قاعدين ببيتنا أحسن شيء. بكل تأكيد، يعني بكل تأكيد، هذا زبدة الكلام، إنه يا أصدقائي اللي عم مؤيد للأسد ولا مؤيد للحية حسن نصر الله، هذا نصر ايش السامعين ولا، يعني شو فرق هذا من طائفه اسلاميه وهذا من طائفه اسلاميه، واللي عم بيأيد رئيس المافيا العالميه مثل هذا بوتين، يعني هذا شو وضعه بالاعراب، يعني هذا رئيس مافيا روسيه، يعني مستلم روسيا غصب عن الكل وهو دكتاتور، ويعني بغض النظر شو هي أوروبا وشو هي مواقف أمريكا وما لنا علاقة فيها، ولكن الدود الخل منه فيه. نحن اليوم هالفكر الديني هذا اللي فرقنا طوائف، ونحن شعب واحد أصلا، يعني فرقنا طوائف وسوانا شي علوي شي سني وشي درزي وشي إسماعيلي وشي بطيخي وكل هالهذا، وعم نتحارب على شو؟ على خلافة محمد الندل، والشباب اللي يدعمون بشار بحجة انه يقاوم داعش، طب ما هو داعشي، يعني شو فرقت بين داعش السني والداعش العلوي، وهو اصلا اللي اسس لداعش الحالية، وكثير من المخابرات السورية يعني انقتلوا مع داعش فداء لداعش، يعني شفناهم صحيح للأسف الشديد. صحيح.
فعلى كل على كل انا كثير بشكرك اخوي عمران على هالحلقه الرائعه اللي اعطتنا اياها، بشكركم اصدقائي، اتمنى اشوفكم في حلقه قادمه. الى اللقاء. الى اللقاء.